مدام السلام عليكم. السلام عليكم. وش راكي؟ لاباس بخير؟ احنا اللي عيطنا لك مدام. مرحبا بك. مدام قالوا لنا هنايا كاينه خياطه. تخدمي الخياطه مدام؟ خياطه انا خياطه. سي جوست كو عندي برك كوموند تاع عرس مدام، اسكو تلحقوا انتوما ولا انت وحدك ولا؟ اسمح لي، ما عنديش مصريه كبيره باه نخدم صوالح العرس، لازمهم. ما تخدميش تاع العرس بصح قالوا لنا. المصريين هو لهم نخدم بصح المصريين هو لهم عجبني. داكور. وكيفاش راكي ديري مدام؟ كيفاش راكو تلحقوا هنايا الكرابالك ولا؟ هاجا خويا شنقول الحمد لله وصاي شبغي يدي واحد هذا. انا سيدة مطلقة بدون دخل. ما عندكش دخل مدام؟ وباش راكي عندك وليدات؟ عندي وليدات. وباش راكي تصرفي عليهم يعني؟ سمحي لي. لا معليش ولدي نتايا، خطر جمعيات، خطر محسنين، خطر وخطر كيفاه. ما كاش يعني يقوت هكا مدخول؟ ما كاش. ما كاش. مش حال عندك دراري؟ عندي ثلاثة الله يبارك. الله يبارك. يقراو ياك؟ الله يقراو. يا حسرايا مضم القراية تاعهم، لبسة تاعهم، مكلة تاعهم. الله العظيم الحمد لله إنسان شبابي. كيف جاكي تلحقي مضم؟ دائما تقعد مجهول الغدوة. غدوة شادين شتلبسهم شتفكرهم دائما تقعد تخمم. وكاينه غير انت وهما في الدار؟ واه غير انا وليداتي في الدار. الله يا مدام بزاف عليك. وكيفاش راكي تخدمي هادو مال مدام؟ انت راكي تخيطي بيدك هكا ياك بيد؟ كيفاش شحال زعما في لا جورني كيفاش تخدمي؟ شحال مدخول؟ هي بروحها خياطه شويه، ماهيش مارش، ماهيش تمشى بزاف. وخدو راهم يشوفوا بدايات واجدين وكاع ولا صح. غير اذا مراه كبيره تبغي تخيط ولا حاجه ولا ماشي مدخولها تاع كل يوم. كي يكون عطولي كبيرة ولا تكون فيها الخدمة فيها صوالح تخدم مع ليكونات تخدم مع تما هكذا. انت في الدار بيدك ما كاينة خدمة؟ يجو عندك ناس يقصدوا؟ ايوا يجو. وصافا تلحقي شوية مدام عندك شغل تتعبي؟ لا لا بيدك هادي الحمد لله شبي يدير انسان لازم. لا واش راح نقول لك يا مدام، ماشي سهلة على بالك. الحمد لله ماشي سهلة. وبوان وين شغل عندك وليدات ولازم تصرفي عليهم وزيد وحدك في الدار. وحدي وحتى الاب تاعهم هنسيهم في النفقه، لا نفقه لا والو. وهذه انسان راه في جهاد، انا نجاهد وصاي الله جهاد. من باباهم سمح فيهم شغل؟ من باباهم سمح فيهم جهاد. يقول لك جهاد راك عارف تزعوز نهار ناكلو ديك ما ناكلوش ديك كيلهم داك الوقت ما يبغوش ياكلو. الحمد لله ربي. علاش يا اختي العزيزه ان شاء الله؟ واسمح لي انا ما عنديش مثل اخر تاع العريس ما ايوا واش راح ديري؟ لا غالب انا قالوا لي كاينه هنا وحده تخدم هاد الاخر، ما على باليش بالك ناس ما على بالهاش كيفاش مديوره انت الداخل بالك دايرين في بالهم تخدمي كلش باسكو عندك كلش. مي مادام ناقصك تخدمي بيدك صعيبه عليك ثاني تخدمي العراس. مي ربي يرزقك ان شاء الله اختي العزيزه. اختي باش ما نروحش برك قلت انا جبت شويه سلعه لهنايا شويه سراول هكذا قلت نجيبهم لك الا معليش تخيطيهم لنا. الله تسنيني معليش. ها يا صح صح اختي. السلام عليكم. وعليكم السلام. كي راكي اختي؟ لاباس هايا الحمد لله. الاخت بن ابراهيم يمين ياك تشرفين. كي راكي دايره؟ لاباس هايا الحمد لله. حنا سمعنا بك جمعيه سواعد الاحسان لمدينه السعيده بالتنسيق مع جمعيه سلام. ربي يحفظهم الله يعطيهم الخير ان شاء الله. بارك الله فيكم.